قبل شهرين صدرت قرارات حكم بالجزائر، حكموا بها اخو عبد العزيز بوتفليقه، سعيد بوتفليقه، صح 15 سنه. حكموا بها رئيس الوزراء الجزائري 15 سنه، حكموا بها وزير الدفاع 15 سنه، حكموا بها اشخاص اخرين مسؤولين اخرين 20 سنه. احنا اللي يحصل عندنا استاذ العزيز هاي الادارات اللي ذكرت لك اياها اللي صادره من المحاكم 931 ثلثها مع ايقاف التنفيذ. اها يعني اداره ايقاف التنفيذ مثل ما سمعت حضرتك يعني هاي العشره، هاي العشره بالمية، هاي العشره بالمية بيها ثلث ايقاف التنفيذ؟ ايقاف التنفيذ وثلث بس غرامه. وراح اضرب، ومع احترامي المثل اللي راح اضرب به، يعني انا ما متوجه عليه بالذات بس لانه مثل يذكر. احد اعضاء مجلس النواب قبل كم سنه صدر بحقه قرار حكم. شنو هو استاذ العزيز قرار الحكم؟ قرار الحكم بالحبس البسيط لمده سنه مع ايقاف التنفيذ واستحصال تامينات مقدارها 200 دينار عراقي. تصير تامينات لمده 3 سنوات، اذا ما كرر هاي المخالفه يقدر يسترجعها. واحنا يعني واحنا ما عندنا 200 دينار عمله عراقيه، عندنا 250 دينار. استكان شاي. فيا جماعه احنا العقبه خليني بنقطه مهمه سيد موسى، هو الحديث هواي راح ارجع جنابك بالملفات، بس اكو نقطه مهمه اثرتها الان وبالسابق. قلت بطانه مكتب رئيس الوزراء والامانه العامه مجلس الوزراء هي السبب في محاربة ومكافحة الفساد في العراق. الآن إذا أرد أستعرض لك كل رؤساء الوزراء بالعراق، عوف لي الكاظمي، كلهم المكتب هذا والأمانة العامة كانت هي جزء من الحد من مكافحة الفساد للتاريخ الطيني إياها. أستاذ العزيز لا مبينه، مو أنا اللي أقولها، بس أقول لك كل العقود. يعني هي قبل المرحوم الشلبي كانت العقود تبرم من خلال الوزارات. السيد الشلبي في وقته يوم كان نائب رئيس وزراء ارتأى ورأيه كلش منطقي وصحيح، قال يا جماعة احنا بمكان ما ننطيها للوزارات وتمارس فساد، العقود اللي أكثر من 500,000 دولار نوقع عليها نبرمها بلجنة مختصة من ديوان الرقابة المالية، من هيئة النزاهة، من قانونيين ومدققين في مجلس الوزراء. من اجى السيد المالكي لقوا ذيك اللجنة وشالوا اختصاصات ابرام العقود للامانه العامه لمجلس الوزراء. فبالحاله العقود اللي قيمتها مليارات الدولارات، يعني 10 مليارات دولارات مال 20 مستشفى، 4 مليارات دولار مال الطائرات الكنديه وهكذا، وين تبرم؟ من قبل الامانه العامه لمجلس الوزراء. الامانه العامه لمجلس الوزراء في حينها، وانا كنت رئيس هيئه النزاهه، اصدرت قرار بمنع في هيئه النزاهه من الدخول الى الامانه العامه لمجلس الوزراء. الله اكبر. على الملف بزمن السيد بزمن السيد المالكي الامانه العامه لمجلس الوزراء منعت رئيس هيئه النزاهه ان يدخل يحقق في الامانه العامه. نعم، منعت نواب اعضاء مجلس النواب، منعتهم من القيام بمهامهم الرقابيه والاتصال بالوزارات الا بقصقوصه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.